اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما هي النجاسات المغلظة التي تحرم الصلاة وكيف يتطهر منها المسلم؟ إن المسلم لا ينجس، ولكن المسلم إذا أصابته نجاس فتبطل صلاته، والنجاسة وهي كل عين مستقذرة تمنع من صحة الصلاة كالدم والبول. ولكن ما هي النجاسات المغلظة التي إذا أصابت الإنسان تبطل صلاته وكيف يتطهر منها؟ ومن أكثر الأمور التي تجعل الإنسان مصابا بنجاسة أن يلامس الكلب، فقد أكدوا أهل العلم أن الكلب نجس نجاسة مغلظة. ومن الأمور النجسة في الكلب لعابه وعرقه ودمه وفضلاته، أو يلامسه حال كون أحدهما أو كلاهما مبلولا. وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب استعمال التراب مع الماء في التطهير من نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما، واستدلوا لذلك بما رواه أبو هريرة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولع فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب. ومن أصابه نجاسة فالواجب تطهير ما أصابه لعاب الكلب أو بوله أو عذرته، فإن كان ذلك أرضا فيكفي صب الماء عليها حتى يغمر الماء موضع النجاسة، وإن كان غيرها فالواجب عند الجمهور غسل ذلك الموضع المتنجس 7 مرات إحداهن بالتراب، ويقوم الصابون ونحوه مقام التراب عند كثير من أهل العلم. ومن النجاسات المغلظة هي بول الإنسان وغائطه وبول الحيوان وفرثه. ودليل نجاسته أن أعرابيا بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله ذنوبا من ماء، أي صبوا على بوله دلوا من الماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري ومسلم. والأمر بصب الماء على البول دليل على نجاسته، والغائط أشد. وقد أثبت الطب أن البول والغائط يحملان جراثيم الأمراض، وهما فضلات الطعام والشراب التي طرحها الجسم. أما النوع الثالث فهو المذي، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند التفكير في الجماع وتحرك الشهوة، ويخرج من غير تدفق ولا يعقبه فتور، والمذي نجس. فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. رواه البخاري ومسلم. والنوع الرابع هو الودي، وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل فيأخذ حكم البول. وأما مني الإنسان فإنه طاهر، لأنه أصل خلقة الإنسان المكرم. وقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. رواه مسلم. ولو كان المني نجسا لم يكفي فيه الفرك ولوجب غسله. والنوع الخامس هو القيء، وهو الخارج من المعدة إلى الفم، لأنه من الفضلات المتحولة كالبول. وأما ما خرج من الصدر أو الحلق فإنه طاهر. والنوع السادس وهو الدم السائل، سواء أكان من الإنسان أو الحيوان، لقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وقد أثبت العلم الحديث أن الدم كالبول يحمل الجراثيم وفضلات الجسم ويسبب الأمراض. وأما الدم القليل غير المسفوح فإنه نجس، ولكن يعفى عنه، ويستثنى من نجاسة الدم الكبد والطحال، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه ابن ماجه. سابعا هو الخمر، والخمر كل شراب مسكر، وسميت بذلك لأنها تخمر العقل، أي تغطيه وتستره، وهي نجسة، لقول الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ومعنى رجس أي نجس، ويقاس على الخمر المتخذة من العنب والتمر كل مائع مسكر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه مسلم. والخمر تطهر بانقلابها خلا. والنوع الثامن هي الميتة. والميتة هي كل حيوان مات بغير زكاة شرعية، كالحيوان الميت غرقا أو صعقا بالكهرباء، أو الذي ذبحه غير المسلم أو الكتابي، حتى لو كان ذلك الحيوان طاهرا حال الحياة ويؤكل لحمه، لقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة. وتحريم الميتة إنما كان من أجل نجاستها، ويدخل في حكم الميتة ما ذبح على الأنصاب أو ذبح لغير الله تعالى، وما ذكر عليه غير اسم الله، فقال تعالى ضمن ما يحرم أكله: وما أهل لغير الله به. وهناك ثلاثة أشياء تستثنى من نجاسة الميتة، فالشيء الأول هو ميتة الإنسان، فقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. ومقتدى تكريم الإنسان أن يكون طاهرا حيا وميتا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس، رواه البخاري ومسلم. وفسر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، رواه البخاري تعليقا. أما الشيء الثاني فهو السمك وسائر حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، رواه أبو داود. والشيء الثالث هو الجراد، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، رواه ابن ماجه. فلو كانت ميتة السمك والجراد نجسة لما حل أكلها، ويلحق بميتة السمك والجراد في عدم النجاسة كل ما ليس له دم سائل من الدواب كالذباب والبعوض والبق والبراغيث، وكالدود المتولد من الطعام فإنه لا ينجس. وتاسعا لبن الحيوان غير مأكول اللحم، فالحمار وغيره من الحيوان غير مأكول اللحم لبنه نجس، لأن لبنه كلحمه ولحمه نجس. أما النجاسة المخففة وهي بول الصبي الذي لم يأكل إلا اللبن ولم يبلغ سنه عامين، ودليل كونها مخففة أنه يكفي للتطهير منها رشها بالماء، بحيث يعم الرش جميع موضع النجاسة ولا يشترط سيلان الماء. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.